النهاردة لو انت عايزة تخفضي الضغط والسكر في اسرع وقت، اسرع وقت ده انا دلوقتي خدت وجبة وانت ما خدتيش بالك ان فيها سكريات كتير فترفع لك السكر. تاني حاجة، حصل زعل او حاجة والسكر رفع عندك، ايه الحل؟ انك والضغط رفع، ايه الحل؟ انك تخفضيه بسرعة. تخفضيه بايه؟ بالمكونين دول. عشان كده النهاردة وصفتنا مهمة جدا جدا، والمشروب بتاعنا مهم جدا جدا، مش عشان السكر بس، لا عشان صحتك عموما، وعشان بيعمل حاجات كتير هنقولها مع بعض في الفيديو. مش هطول عليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير عشان يوصلكم كل جديدنا، ويلا بينا نشوف أهمية الوصفة دي. الوصفة دي يا جماعة معانا مكونين مهمين جدا فيها. أول مكون اللي هو قشر، ده يا جماعة قشر رمان، ده قشر رمان أو زي ما انتوا شايفين، هتجيبوه من عند أي حد بتاع أعشاب تقولي له انا محتاجه قشر الرمان، تمام. تاني حاجه معانا الجنزبيل او الزنجبيل، اهو كل واحده فيهم ليها اهميه وليها يعني وظايف كتيره جدا هنقولها مع بعض، بس خلينا الاول نعمل الوصفه مع بعض عشان احنا متعودين في قناه الوصفه السهله ان احنا الاول نعمل الوصفه ونقول بتتاخد امتى وبعد كده نقول اهميتها. البديل الجنزبيل ده يا جماعه الجنزبيل القطعه، لو انت عندك قطعه مفيش منه اي مشكله، لا ده لا ده. طيب هنعمل الوصفة الأول ازاي مع بعض كده. أول حاجة هتبقى عبارة عن مشروب، تمام. فالمشروب هنجيب حاجة نحطها على النار زي ما انتوا شايفين، كزرونة أي حاجة تجيبوها تغلوا بيها، وبعد كده هناخد بالظبط ناخد نص معلقة من الجنزبيل أو الزنجبيل، عليهم نص معلقة من قشور الرمان. في ناس دلوقتي يقولوا ما عندناش قشور رمان، مش عايز. لو انت عندك في البيت قشر رمان طبيعي عادي ممكن تطحنيه وتستغليه، او تجيبي 3 قشور وتحطيهم مع الجنزبيل، تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد الوصفة دي معانا بقى ونحطها على النار كده 10 دقايق تغلي، وبعدين هنرجع نوريها لكم ونصفيها واقول لكم تاخدوها امتى عشان ما ترفعش السكر عندكم، ما ترفعش الضغط، بل وليها اهميه كبيره، بتنقي الجسم من السموم وطارده للغازات، ليها اهميه كبيره هقولها، بس تعالوا بينا نغلي الاول. بعد ما غليت معانا كده شفتوا، سبتها على النار 10 دقايق اهو، ابدا بقى اجيب كوب واصفي فيها، كوب اهوت ومصفى ابدا اصفي بقى فيها، عشان الكوبايه دي يا جماعه هتظبط لكم ضغطكم وسكركم وهتعيشوا مرتاحين بدون ارتفاع في السكر والضغط، ومشاكله هتقل معاكم خالص. طيب نيجي للجزء المهم، الكوب ده اشربه امتى؟ الكوب ده يا جماعه من احلى الاوقات انك تشربيه بعد الوجبه. بعد الايه؟ بعد الوجبه. انا سبته غالي 10 دقايق، كان عبارة عن مكونين جنزبيل وقشور الرمان اللي جبتها من عند العطار. ما عندكيش قشر الرمان طبيعي تشتري الايه المطحون بتاعه، ما عندكيش المطحون وعندك قشر الرمان حطي 3 قطع منه واغليه على النار، يبقى هيتاخد بعد الوجبة. بعد الوجبة، بعد الوجبة هو كوب واحد في اليوم. اختاري بقى احلى وقت بتاخديه بعد وجبة الغداء، مرة واحدة في اليوم. طيب احنا هنشربه ليه؟ ايه اهميته؟ طيب زي ما احنا قلنا ان قشور الرمان دي، قشر الرمان ده بتخلصك من سموم الكبد، بتخلصك من سموم الكبد وبتضيع لك كل المشاكل اللي ليها علاقه بالكبد. عندك كمان مهمه جدا جدا عشان تعالج مشكله ارتفاع الضغط وارتفاع السكر المفاجئ، مليانه مضادات اكسده ومضادات وبتقلل الكوليسترول، بتقلل الكوليسترول في الدم، او بتقلل الكوليسترول في الدم. طيب هفضل استخدمها. يبقى المشروب ده هتشربيه كل يوم مرة واحدة لمدة 4 أسابيع، لمدة 4 أسابيع كل يوم بعد وجبة الغداء، هيخلصك من المشاكل اللي احنا قلنا عليها. طيب هو ايه فايدته تاني برضو؟ فايدته طيب
ان هو زي ما احنا قلنا قشر الرمان والجنزبيل. الجنزبيل ده يا جماعه في ناس بتاخده بس خصوصا كده عشان يعالج لها مشكله الوزن الزايد، مشكله اللي بتجيلهم اللي هي عليها علاقه بيه ان هو لما السكر يعدى بيروح يكسر الدهون اللي متخزنه في جسمك، في اما في الكبد بقى يا اما في الارداف يا اما في الكرش، فبالتالي بيعلي الكيتون بوديز ويدخلك في غيبوبه سكر كيتونيه. انت اصلا لو استخدمت الجنزبيل هيشل كل الدهون اللي في بطنك وفي جسمك دي خالص، فبالتالي مش هتخشي في المشكلة دي. طيب الجنزبيل برضو بيسد الشهية، فدي حاجة حلوة جدا على فكرة. مش معنى سد الشهية معناه انك مش هتعرفي تاكلي، لا هتاكلي بس السكر بتاعك مش هيعلى، هتاكلي ومش هيحصل لك اضطرابات في ارتفاع السكر والضغط. هو الجنزبيل عشان كده انا حطيت نص معلقه منه، ما تحطيش كتير، الجنزبيل بيرفع الضغط لو استخدمتيه لمده كتير، عشان كده احنا بنستخدم كوب واحد بس في اليوم، وكوب واحد صراحه كويس جدا جدا يعني. تقدري برضو تستخدميه في علاج مشكله الدهون الثلاثيه وارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، فبالتالي في مضادات اكسده، والمشروب ده هيغنيكي عن مشاكل كتير انت كنت بتعاني منها. كمان انتوا عارفين ان في اضطرابات في الامعاء فبيحصل اسهال او امساك. اللي بيعالج المشكله دي بقى ايه؟ انك تاخدي حاجه مضاده للاسهال ومضاده للامساك ومطهر معوي اللي هي قشر الرمان. الرمان فيه الياف وفيه نسبه ميه كتير، فمش هيحسسك بالعطش، مش هيحسسك بالاكل او محتاجه تاكلي، فهيديكي كده احساس انك شبعانه على طول. فوائد برضو قشر الرمان ان هي بالظبط عامله زي مضاد التهابات، وعشان كده بتعالج يا جماعه يعني الكومبليكيشنز اللي هي المضاعفات بتاع مرض السكري، اللي هي ايه؟ تميل، يعني ايه؟ وغز بيحصل لك كده في اطراف، كل ده بيعالجها قشر الرمان. قشر الرمان برضو غني بالمعادن والفيتامينات اللي بتمد الجسم، فيها حديد ومغنيسيوم وفيتامينات مهمه جدا، فيتامين بي كومبلكس اللي هو مهم لصحه الاعصاب والدماغ والذاكره، فهو مفيد جدا جدا جدا. هتقدري تستفيدي بيه وتقدري تاخديه زي ما انا قلت لك، يبقى انت خلاص كده ان شاء الله مشكلتك هتتحل، والمشروب ده هيكون هو الحاجة البديلة لعلاجك. بس بشرط ما توقفيش العلاج مرة واحدة، لازم توقفي العلاج بالتدريج وعشان ما حصلش مضاعفات. دي كانت طريقتنا في استخدام قشر الرمان والجنزبيل عشان نطلع بمشروب عملاق زي المشروب دوت اللي هيظبط لك السكر في الدم، الكوليسترول، الدهون الثلاثية، فبالتالي مش هتحتاج ان شاء الله بعد كده لأي أدوية تاخديها. حافظي بس على صحتك وحاولي تعملي تمارين لو بسيطة، حتى اللي هي زي ايه؟ تقدري تتمشي بس على الأقل عشان تظبطي دهونك وضغطك وكل المشاكل اللي في جسمك. شكرا جدا. في نهاية الفيديو دهونك وضغطك وكل المشاكل اللي في جسمك شكرا جدا في نهاية الفيديو